سلطه خضراء، قصيت طماطم وفقوس وبصل، ولهنا كعبت البريك بتاعنا. التون كيف العاده، بليتو البن كيف العاده. عندي صحن لوبيا بتاع البارح، طيبت الشوربه بتاعي، وهذا المكرونه الزعره، طيبت صوص زعره بالتون والكريم فريش، قصيت شويه بصل من اللول قليته، وبعد زينتها بشوية سلامي وبشوية كبة، وشربة شربة شعير. عملت بريك عادي كيف ما هكا، وعملت بريك بالعظمة. بالنسبة للخبز كما العادة نشري خبز تبونة هكا، وسلطة خضراء. وكي تبدا عندكم حاجة قديمة تعاودوا تسخنوها وتعاودوا تزينوها. هذيك هي اللوبيا نتاعي نتاع البارح، ان شاء الله تكون عجبتكم دبارة اليوم. ما تنسيوش تدعموني بلايك للفيديو، تضغطوا على كلمة سابوني للعباد الجديدة في القناة، هكاكا كل ما نهبط رسالة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون.